الأكارم، تحية مجددة لكم. هذا الصباح متواصل معكم على إخبارية التلفزيون الجزائري، ومتواصلون دائما في الحديث عن المحور الثاني الذي كنا تطرقنا إليه مع ضيفنا قبل قليل، يتعلق بالتكفل بالصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. أجدد الترحيب بالأستاذ قاسي أمالو، المدير الفرعي المكلف بالصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. مرحبا بك من جديد أستاذ. شكرا. قبل دقائق من الآن كنا نتحدث عن الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ودائما نربط هذا الموضوع أو العنوان العريض بعيد الأضحى المبارك والأضحية. بالطبع كنت نقول باللي كان هناك يعني جرى اجتماع مؤخرا على مستوى دائرة الوزارية الفلاحة اللي كان فيه هو اجتماع تنسيقي في إطار تطبيقا للمرسوم التنفيذي للصدر في 2021، تعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للمكافحة ضد الأمراض المتنقلة من الحيوان للإنسان، واللي عندها تمثيلية عني على مستوى كل الولايات. وهذه التنسيق هذا مهم جدا، لأن المكافحة ضد الأمراض المتنقلة من الإنسان للحيوان لازم يكون فيه يعني دوائر وزارية يعني متعددة. يعني ننجم نذكر وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع الوطني، وزارة البيئة، وزارة الاتصال، وزارة التربية، وزارة المالية، ربما اللي ما ذكرتهمش يسمحوا لي. وهذا مهم جدا، مهم جدا، لأن حاليا على المستوى العالمي الأمراض هذو هي ذات أهمية عالمية قصوى، ذات قصوى من بين مواضيع الساعة، من مواضيع الساعة بالطبع، خاصة منذ ظهور مرض الكوفيد 19 اللي ربما ماهوش يعني حاليا يعني معتبر باللي مرض متنقل مباشرة من الحيوان للإنسان، ولكن هو التغير الجيني اللي ظهر على فيروس أصله حيواني واللي انتقل للإنسان بعد عاد انتقال بين إنسان والإنسان، يعني ماهوش يعني بالمفهوم العام يعني لا ديفينيسيون دو زونوز، ماهوش يعني زونوز، ولكن الفيروس هو أصله حيواني. إذن هذا يعني باش نعود نولي للسؤال المباشر يعني اللي عطيته لي على الأمراض المهمة يعني اللي كاينة يعني المتنقلة من حيوان الإنسان. لازم لي نذكر هذا يعني على المستوى العالمي كاين حاليا برنامج وهو مشروع تعهد بين المنظمة العالمية للصحة والمنظمة العالمية للصحة الصحة الحيوانية، يعني بين الـ OMS، إلويو، وكذلك لافاو. التعهد هذا سي لو باكت انترناسيونال دو لوت كونتر لي بانديمي، تعهد دولي للمكافحة ضد الأمراض الفتاكة للإنسان، الأوبئة. وفي هذا الصدد لازم يعرف المواطن بأن حاليا الإحصاء الموجود على المستوى العالمي يقول بأن 70% من الأمراض الموجودة مصدرها حيواني، أصلها حيواني. يعني هنا وين يعني تشوف يعني الأهمية القصوى اللي لازم يعني المواطن يعرف باللي الدولة راهي بصدد يعني ربما عن طريق اللجنة اللي ذكرتها ربما تهيئة مشروع استراتيجي ممتاز ضد الأمراض. يعني الأمراض يعني اللي راهي معروفة حاليا على المستوى الوطني، عندنا مرض الكلب، مرض الحمى المالطية، مرض السل،
انفلونزا الطيور، الكيس المائي، كيس ليداتيدوز، كيس المائي، لا ليشمانيوز، لا ليشمانيوز. وكذا هناك الامراض، كاين ربما بعض الامراض يعني نخاف هذا ما راهيش على المستوى الوطني، لكن ممكن ان تكون داخل على الوطن، بما يعني خاصة ان نعرفوا الشساعة تاع الوطن، الحدود الواسعة تاع الوطن، وربما هناك يعني بعض الفيروسات اللي ماراش موجودة حاليا، ولكن نخاف وتكون هذه الفيروسات يدخلوا، وإحنا وهذا مشكل. لازم هنا وين كان لازم تكون استراتيجية تنسيقية ما بين دوائر الوزارة. أستاذ قاسي أمل، ودائما سنواصل النقاش معك في هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بالأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. نبتعد قليلا عن هذا الموضوع، نشرك أيضا في موضوع آخر يتعلق بالمراتب الأولى التي حققتها الجزائر في المهرجان الدولي للهندسة والعلوم التكنولوجية بتونس. نتحدث عن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام مع ضيفنا عبر خدمة سكايب، السيد حسام بولكور، المهندس في البرمجة والمدرب بمؤسسة الجزري بقسنطينة. مرحبا بك سيد حسام. الجزائر حققت المرتبة